بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس أوبتو إلكترونيك ديفايسز. وفي المحاضرة دي بنستكمل رحلتنا داخل الكاثود ري تيوب جوه الأسلوسكوب أو جوه الأولد تي في. كنا في المحاضرتين اللي قبل كده اتكلمنا على حاجتين مهمين. اتكلمنا الأول على مكونات الأسلوسكوب من جوه، وتحديدا مكونات الكاثود ري تيوب، وازاي الالكترون بيطلع من الالكترون جان وصولا الى الشاشه، بنتحكم فيه ازاي في حركته، وازاي بنقيس السيجنال على الشاشه والايرورز اللي ممكن تحصل، واتعرفنا ازاي بنحط السيجنال على الفيرتيكال بليت، وايه السيجنال اللي بتحط على الهوريزونتال بليت، مواصفات السيجنال دي ايه، مواصفات التريجر ليفل ايه، السويب ميثود اللي انا بستخدمها ايه، ازاي بقيت الفيز شيفت ما بين تو سيجنالز، ايه شكل السيجنال اللي بيطلع على الشاشه في التايم دومين مود وفي الاكس واي مود. وبدانا كل ده كان الانترودكشن بتاعت الاوسيلوسكوب والكاستوري تيوب في المحاضرتين السابقين. في المحاضره بتاعت النهارده والمحاضره اللي جايه بنبدا ندخل جوه الكاستوري تيوب، رحله الالكترون من ساعه ما يطلع من الالكترون جان لحد ما يوصل على الشاشه، رحله رياضيه. يعني ايه الرحله الرياضيه؟ أبدأ أتكلم على إزاي الإلكترون بيمشي وإيه المسار اللي بيمشي فيه الإلكترون وصولا إلى السكرين. هل هو بيمشي في خط مستقيم؟ طب لو هو طلع من الإلكترون جان ووصل مش في خط مستقيم، هيوصل فين في الشاشة؟ هيوصل في منتصف الشاشة. طيب إزاي بحركه يمين وبحركه شمال؟ أنا عارف إنه من خلال البليتس، بس الشدة بقى اليمين وشمال وفوق وتحت دي بتخلي الحركة عاملة إزاي؟ هل هي حركة ستريت لاين؟ هل هي بارابولا؟ هنلاحظ إن الكاثودري تيوب فيه 3 أجزاء من الحركة بتتم فيها الإلكترونز، مش بيمشي ستيج ثابتة كده أو بسرعة ثابتة طول الطريق من ساعة ما يطلع لحد ما يوصل للسكرين، لا ده بيمشي بسرعات مختلفة بناء على كل ستيج. يعني لما يوصل للستيج الأولانية بيبقى ماشي بسرعة وشكل معين، لما يعدي على الستيج الثانية بيوصل بسرعة وشكل معين، لما يوصل للسكرين بيبقى وصل بسرعة وشكل حركة معين. وإيه اللي بيحرك أو إيه اللي بيأثر على شكل الحركة؟ إلكتريك فيلد وماجنتيك فيلد. فإحنا النهاردة هندرس تأثير حركة الإلكترونات داخل الكاثود ري تيوب تحت تأثير إلكتريك فيلد، وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ نميكس ما بين الماجنتيك فيلد والإلكتريك فيلد داخل الكاثود ري تيوب. يعني هدرس تأثير الحركة تحت إلكتريك فيلد بس، تحت ماجنتيك فيلد بس، تحت ميكس ما بين الكتريك وماجنتيك فيلد. مش بس كده، ده اتجاه الحركه واتجاه خروج الالكترونات في الاكس دايركشن ولا في الواي دايركشن ولا في الزد دايركشن، كل ده بيفرق معايا في حركه الالكترون وصولا للشاشه. ان شاء الله هيكون ده محور تركيزنا في المحاضرتين اللي جايين النهارده والمره الجايه ان شاء الله. طيب الالكترون موشن بتاعتي عشان نيجي ندرسها بالتفصيل، احنا بندرسها داخل الكاثود ري تيوب مش في اي حته تانية، انا داخل الكاثود ري تيوب. طيب انا عندي كام ستيج؟ الحقيقه ان انا عندي 3 ستيج بعدي عليهم من اول ما الالكترون بيطلع من الالكترون جان لحد ما يوصل للشاشه. اول ستيج اللي هو قبل ما يبتدي يخبط في اي بليتس، قبل ما يبتدي يعدي تحت اي بليتس وهو لسه ماشي من الالكترون جان لحد ما يوصل لاول بليت يقابله. بعد كده بيقابل بليت فيرتيكال او هوريزونتال زي ما هنشوف، بعد كده يقابل بليتس تانية اللي هي الباقية، يعني لو قابل الهوريزونتال الاول هيقابل الفيرتيكال بعد كده او العكس. فاحنا عايزين نشوف حركة الالكترون في الستيج الاولاني اللي هو قبل ما يبتدي يشوف اي بليتس. وطبعا هو هنا بفترض ان الالكترون هيطلع ويمشي في اتجاه الاكس اكسس او الاكس دايركشن كفرض. يعني افترض ان الكاثود ري تيوب دي محطوطه هوريزونتال على ترابيزه عفوا، وهيطلع الالكترون من الالكترون جان ويمشي افقي كده بارل للترابيزه بتاعتي، يبقى ماشي في الاكس دايركشن. طيب هيبدا الاول الالكترون يطلع ماشي، هنعتبر ان ده البوزيشن بتاع الالكترون. الانيشال كونديشنز بتاعتي ان الالكترون هيبدا يتحرك بسرعه ابتدائيه زيرو، الانيشال فيلوسيتي بزيرو، البوزيشنز الانيشال بتاعتي الاكس نوت بزيرو والواي نوت بزيرو، يعني الابعاد بتاعتي. انا مش هتكلم في 3 دايمنشن، هتكلم في 2 دايمنشن عشان تسهيلا يعني. فانا افترض ان هو في الاكس بزيرو والواي بزيرو، لسه بادئ من احداثيات صفر يعني، بيبدا الالكترون بيسمي وهيطلع يعني هيبدا يمشي. طيب
هيمشي كده ولا هيمشي كده؟ دي حاجة مهمة جدا. المفروض ان اول بليت هيقابله هيكون مع اول حركة هيبتدي يقابلها، هيقابل انه هيبدأ يدخل جوه تو بليتس محطوطين بشكل ما، بشكل اللي قدامه ده، مسافة بينهم اسمها دي، ممكن نسميها دي سي اكس او دي سي اي، يعني اي ايا كان. يعني احدهم مشحون ببوزيتيف تشارج والتاني نيجاتيف تشارج، ايه الابلايد فولتج اللي بحطهم على التو بليتس. فانا لو حطيت هنا بوزيتيف وحطيت هنا نيجاتيف، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الالكترون اللي طالع هيتشد ناحيه البوزيتيف، ده طبيعي، هيتشد ناحيه البليتس البوزيتيف. جميل جدا. يبقى كأن في فورس، الفورس دي بتزق الالكترونز ناحيه البليت البوزيتيف. اوتوماتيك الالكتريك فيلد اللي بيتولد ما بين التو بليتس بيبقى اتجاهه ايه؟ بيبقى من البوزيتيف للنيجاتيف، يبقى ده اتجاه الالكتريك فيلد بينما ده اتجاه الفورس. وطبيعي جدا الفورس عكس اتجاه الفيلد، هنا يبقى الفورس عباره عن نيجاتيف الكيو في الاي. ده من الايام ما كنا بندرس فيلد يعني. طيب يبقى احنا هنا هنبقى عارفين ان انا فرضت ان اتجاه الموشن بتاعتي في البوزيتيف اكس دايركشن، الالكتريك فيلد هيبقى عباره عن في اتجاه النيجاتيف اكس دايركشن، بينما الفورس في نفس الاتجاه اللي هي الاكس دايركشن. الانيشال كونديشن كان الاكس نوت بزيرو، الواي نوت بزيرو، ومفيش زد، احنا خلينا نشتغل في اكس واي. طيب خلينا نقول يبقى الالكتريك فيلد هو عبارة عن ايه اصلا، والفورس عبارة عن ايه؟ الفورس هي عبارة عن الشحنة بتاعتي في الالكتريك فيلد. طب والالكتريك فيلد نفسه عبارة عن ايه؟ الالكتريك فيلد ما بين اي تو بليتس عليهم فرق جهد، يبقى عبارة عن فرق الجهد اللي ما بين التو بليتس مقسوم على الديستانس اللي ما بين التو بليتس، اللي انا لسه مسميها دي سي اكس او دي سي اي ايا كان. يبقى الفي على الدي او الفي على ال ايا كان كنا بنسميها ايه زمان، هي دي الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد ده لما ينضرب في الكيو، الشحنة بتاعت الالكترون اللي ماشية دي، ده هيديني الايه، هيديني الفورس الابلايد على الالكترون عشان تزقه توصل لحد البوزيتيف بليتس بتاعتي. اهو زي ما انت شايف كده. يبقى الاي اوف اكس الماجنتيود بتاعتي هي عباره عن الفي ابلايد ما بين التو بليتس مقسوم على الديستنس ما بين التو بليتس. اما الاي كماجنتيود هو الكلام ده. الاي كدايركشن بقى، يبقى انا اقول ان الاي بقى كدايركشن هي عباره عن نفس الفاليو دي بس في اتجاه النيجاتيف اكس. ممكن نكتبها كده او نكتبها ايه، على اعتبار ان الالكتريك فيلد كان ماشي كده بينما اتجاه الايه الالكترونز ماشي كده، يبقى الاي في اتجاه النيجاتيف اكس. ويبقى يبقى الفورس عباره عن ايه، كيو في الاي، الكيو في الاي، والاي بالايه بالنيجاتيف، يبقى ناقص كيو في الفاليو اللي هي في على دي في اتجاه الاي اكس. هو ده فعلا اللي هيبقى موجود هنا اهو. يبقى الفورس بتاعتي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن، احنا قلنا الفورس عكس الالكتريك فيلد، فهتبقى نيجاتيف الكيو في الاي كماجنتيود، او شيل بقى وحط الاي كايكويشنز بتاعتي اللي هي الفي على الدي سي اي في ناقص اتجاه الاكس، فده يطلع لك الكيو في الفي على الدي في اتجاه الاي اكس. طيب ده كده بالنسبة للفورس بتاعتي، الابلايد فورس. الفورس برضو خدناها بدلالة قانون تاني، ان هو الفورس عبارة عن الام في الاكسلريشن، العجلة، الكتلة في العجلة، الماس في الاكسلريشن. طب ما الاكسلريشن دي عبارة عن الديفرينشيشن بتاعة الفيلوستي، الدي في باي دي تي، فانا هشيل الاف واحط ام دي في باي دي تي. يبقى تاني نبدأ من الأول تاني، الفورس عبارة عن الشحنة في الإلكتريك فيلد. تمام.
خلينا احنا نقول بقى الفورس كماجنتيود عبارة عن ايه، هتبقى الشحنة في الالكتريك فيلد اللي هي الفي على دي، كيو في الفي على دي، دي الفورس. طيب في نفس الوقت الفورس بتساوي ام في تفاضل سرعة بالنسبة للزمن. تعالى بقى ساوي المعادلتين ببعض، يبقى ام دي في باي دي تي هي الفي في اتجاه ايه؟ في اتجاه الاكس، لان مفيش حركة في اتجاه الواي ولا الزد، فبالتالي ام دي في اكس باي دي تي دي سرعة بتساوي الكيو في الفي على الدي. خلي بالك الفي اللي على اليمين غير الفي اللي على الشمال، الفي على اليمين دي بوتنشال، الفي اللي على الشمال دي فيلوسيتي. لما تيجي تجيب الفيلوسيتي بقى في طرف، يبقى انت هتعمل ايه؟ اكيد هتكامل، هتعمل انتجريشن. فلما اجي اكامل الكلام ده يبقى الفي اكس عبارة عن ايه؟ يبقى الفي اكس هيبقى عبارة عن الانتجريشن بتاع الايه؟ الكيو في الفي بوتنشال على الديستانس. طيب تكامل الكلام ده يطلع ايه؟ ده يعتبر ثوابت، فيطلع هو هو بس مضروب في تايم بس كده. لا، في كونستانت بتاع التكامل زائد ثابت، هو ده اللي حصل فعلا. ان انت رحت عامل ايه لما جيت سويت المعادلتين ببعض، يبقى الام في الدي في باي دي اك باي دي تي، طبعا لما تيجي تكامل ده يبقى ام في هيبقى عبارة عن كيو في في على دي مضروبة في تي بلس سي. اقسم المعادلات كلها على ام قبل ما تكامل اصلا وتريح دماغك عشان تطلع لك بالشكل اللي هو ده، ان بدل ما نقول ام دي في اكس باي تي، هات الدي في اكس الاول باي دي تي في طرف، هتبقى كيو على ام في الفي على الدي. هنرجع بعد كده سيادتك، هنشيل الدي باي دي تي وهنروح ايه مكملين الطرفين، فلما اجي اكمل الطرفين هيطلع التكامل ده اللي هو كيو في على ام دي في تي زائد كونستانت. يجي السؤال بقى، اطلع الثابت ازاي؟ الثابت ده يجي بيه الباوندري كونديشنز او الانيشال كونديشنز اللي انا المفروض ابقى عارفها. طيب الانيشال كونديشنز اللي هي ايه؟ عند تايم بزيرو وضع الفي اكس بايه؟ طيب باي ديفولت كده انا بادئ من بوزيشن زيرو، وبادئ مفروض لسه اول ستارت لي الالكترونز طالعه، فاكيد لسه ما خدتش انيشال فيلوسيتي، لسه ما خدتش سرعه، فبالتالي السرعه بتاعتي هتكون ايه؟ هتكون زيرو، وبالتالي اقدر اقول ات تي تساوي صفر الفي اكس ايكوال زيرو. وطبعا لما اجي اعوض في الايكويشن دي عند تي بصفر الفي اكس بزيرو، ده هيطلع لي السي 1 بزيرو، يبقى بالتالي الثابت بتاعي بقى بزيرو، وده معناه ان الايكويشن بتاعتي هتختصر لايه؟ هيبقى ال v of x equal q على m في ال v اللي هي البوتنشال على ال distance اللي بين ال two plates مضروبة في t بس، وما فيش ثابت بقى بينهم. خلاص كده الثابت كده طار لان قيمته بزيرو. دي كده قيمة ال v of x اللي انا قدرت اجيبها لما قدرت احسب الايه الثابت بتاعي، وطلع الثابت بزيرو. تمام كده، كده انا ايه طلعت ال v of x للمرحله الاولى، السرعه اللي ماشي بيها الالكترون في المرحله الاولى. استفيد بال v of x في ايه؟ استفيد ان اقدر اجيب المسافه اللي ماشي بيها، لان انا في النهايه عايز اوصل لعلاقه الاكس والواي هو ماشي بشكل ايه. ما انا لو عرفت اجيب الاكس كداله في التي والواي كداله في التي، هقدر ارسم واي كداله في الاكس، فاقدر اتخيل الالكترون ماشي ازاي كواي واكس بوزيشن، ماشي ازاي حركته. فانا عايز اجيب الاكس كداله في تي. خلاص ما انت اوريدي جبت الفي اوف اكس، يبقى كاملها تاني، او سوري هات الفي اوف اكس عباره عن ايه؟ دي اكس باي دي تي. طيب انت معاك ايه؟ معاك الفي اكس عباره عن الدي اكس باي دي تي. تمام، يبقى ال دي اكس عبارة عن ايه؟ عبارة عن في اكس دي تي. يبقى هتكمل تاني، هتكمل السرعة عشان تجيب الايه؟ تجيب المسافة بتاعتك. يبقى ال اكس عبارة عن ايه؟ تكامل السرعة بالنسبة للزمن. ده طبعا لما تيجي تكامل الكلام ده تاني بالنسبة للزمن، هيبقى كيو في ال في على ال ام في ال دي. ال تي بقى هتبقى تي سكوير على 2، ويظهر ثابت جديد اسمه سي 2. ده مين؟ ده الاكس. تبدأ تطبق الانيشال كونديشنز بتاعتك تاني، اللي هي ات تي بتساوي صفر الاكس المره دي بزيرو، لان الاكس نوت اللي هي الانيشال بوزيشن بزيرو، يطلع لك الثابت التاني هو كمان بزيرو. يبقى المعادله تقول الى بعد الاختصار لايه؟
للشكل ده، ان الاكس ايكوال كيو في الفي على 2 ام دي، كل ده مضروب في تي سكوير. كده انا جبت الانيشيال اكس بوزيشن كداله في التي. المفروض بقى ان اجيب الانيشيال واي بوزيشن هو كمان كداله في الايه، في التي. طب انا اجيب الواي منين؟ ما هو انت معاك الواي نوت، انت معاك الواي نوت، تقدر تجيب الفي في اوف واي، وتقدر تجيب الايه الواي كده كاكويشن. طب ازاي وليه ما عملتش كده في الاكس؟ لا، الاكس عشان كان في ابلايد فورس وابلايد فيلد، في فيلد وفي فورس، فتقدر تجيب العلاقه بتاعت السرعه الاول في اتجاه الاكس، ومنها تجيب الاكس نفسها. انما في الواي الوضع ايه؟ هيكون مختلف شويه. طبعا انا جبت التي في طرف من المعادله اللي فاتت، ان انا معايا الفي اكس فجبت منها التي في طرف عشان هحتاجها بعد كده في ايه، في المعادلات اللي جايه. يعني ممكن نجيب التي من معادله السرعه ونعوض بيها تحت في معادله المسافه، يبقى معايا مسافه بدلاله الايه، السرعه. ممكن ما اعملش الايكويشن دي، وهنا انا جبت الفي اكس اهو بدلاله الاكس، ممكن ما اعملش الايكويشن دي والسلايد دي خالص، هي كده كده هتطلع معانا لما نيجي نحل في الاخر الواي والاكس. فخلينا دلوقتي ان احنا السلايد اللي قدامنا دي الغرض منها ان انا اشيل تأثير التي واكتب الفي اكس بدلالة الاكس مش بدلالة التي. فدي سهلة، انا معايا الاكس بدلالة التي ومعايا الفي اكس بدلالة التي. طب ما انا اقدر الغي البارامتر اللي هو تي واكتب الفي اكس بدلالة الاكس، فبسيطة جدا، بنحل معادلتين مع بعض مش اكتر. طيب دي كانت الطريقة الاولى زي ما قلنا لإيجاد الاكس والفي اكس. في طريقة تانية على فكرة نقدر نجيب منها الـ X والـ VX، بس قبل ما نتكلم على الطريقة التانية دي، يبقى نقدر نلخص إن الـ VX تطلع بدلالة الـ X بالشكل اللي قدامك ده. دلوقتي أنا بعد ما عوضت عن الـ T جبت الـ VX بدلالة الـ T، شلت الـ T وجبت الـ T في طرف، عوضت في معادلة الـ X، بقت ال Vx ظهرت لي بدلالة ال X. يعني معنى صح، حليت المعادلتين بتاعت ال X في T وال Vx في T بحيث تبقى معادلة واحدة Vx في ال X اللي هي المعادلة اللي قدامك. طيب بعد كده في ايه؟ بعد كده انا معادلة ال X كدالة في T، انا عارف بقى معادلة ال Y عشان تجيب ال Y تعمل ايه؟ انت معاك ان ال Y ال initial بزيرو صح؟ فهل في تأثير لل Y؟ لا، مفيش تأثير لل Y، لان الفورس اللي بتشد الالكترون بتشده في اتجاه ال X، اذا مفيش فورس في اتجاه الواي. تمام، ما دام مفيش فورس في اتجاه الواي، يبقى ام دي في واي باي دي تي بكام؟ بزيرو صح. ام دي في، ما هو ده الفورس، ام في تفاضل السرعه بالنسبه للزمن اللي هي العجله يعني، فام دي في واي باي دي تي بصفر. يبقى المعادله دي كاني بقولها ايه، بقول ان الدي في واي باي دي تي بصفر. دي معادله اجيب منها الفي واي، لما تيجي تكمل المعادله دي يطلع الفي واي بايه؟ بثابت. الثابت ده يتجاب ازاي؟ لما عند التايم بصفر الفي بكام؟ ما الفي ده انيشيال لسه طالع، عند تايم بصفر ما كانش فيه سرعه لا في الاكس ولا في الواي، يبقى الثابت بصفر. اذا عند ثابت بصفر يبقى الفي واي بكام؟ بصفر. يبقى معادلتك في الاخر وصلت لفين؟ ان في واي تساوي صفر. اي طيب، ما اقدر اجيب من الفي واي اجيب الايه؟ اقدر اجيب الايه؟ الواي نفسها. ازاي؟ والله ببساطة، الواي نفسها هتبقى عبارة عن ايه؟ تكامل الفي واي بالنسبة للزمن، اللي هي تبقى ايه؟ ما هو اصلا صفر، هيطلع التكامل ايه؟ هيطلع التكامل ثابت، ما الفي واي بصفر، فالتكامل هيطلع بثابت، ثابت مثلا اسمه سي 2. طيب ما اصلا عند تي بصفر ما كانش فيه واي اصلا، البوزيشن كان اكس بصفر واي بصفر، يبقى الثابت هو كمان بصفر، يبقى اذا الواي بصفر. يبقى المعادلات بتاعتي الفي واي بصفر، الواي بصفر، الاكس دي معادلتها والفي اكس دي معادلتها. يبقى الالكترون بيمشي في خط مستقيم افقي هوريزونتال، هوريزونتال بسرعه هي اللي قدامك دي، والمسافه اللي هيمشيها بالنسبه للزمن هي اللي قدامك دي. ينقصنا دلوقتي ايه؟ ينقصنا دلوقتي ان احنا نجيب بقى الطريقه التانيه اللي نقدر نحسب بيها القانون بتاع الفي اكس بدلاله التي والاكس بدلاله التي. تعالوا نشوف سوا بنقدر نحسبها ازاي. الطريقة التانية بقى بنعملها ازاي؟ يعني الطريقة الأولى كانت قايمة على فكرة الفورس والاكسلريشن، ماشي؟ الـ F بتساوي الـ M في الـ A أو الـ M dV by dt، وفي نفس الوقت الـ F بتساوي الـ Q في الـ E،
اللي هي الالكتريك فيلد، واساوي المعادلتين ببعض واطلع السرعه، ومن السرعه اكملها اطلع المسافه. هنا بقى الدنيا ماشيه ازاي؟ والله الدنيا هنا ماشيه بحاجه لطيفه قوي، ان انا ببدا بالكاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي اللي هو ان عباره عن ايه، ان الانرجي اللي بيمشي بيه او تحت تاثير الالكترون هي عباره عن نص ام في الفي سكوير، نص الماس او الكتله في مربع السرعه الفي اكس سكوير، وفي نفس الوقت هي الكيو في البوتنشال، هي الكيو في الاي، يعني هي الكيو في الفي اكس. طيب لما تيجي تساوي بقى المعادلتين من بعض، يبقى الكيو في الفي ماشي بيساوي نص في ام في اكس سكوير. طيب الفي اكس بقى اللي هي ايه؟ الفي اكس هو طبعا انا لو جيت بدأت من عند اكس بزيرو ونهيت ان المسافة بين التو بليس عند اكس بتساوي اي مسافة دي مثلا، هل اقدر اجيب البوتنشال عند اي نقطة ان بتوين التو بليتس دول؟ اقدر اجيبها. ازاي؟ ان الفي عند او البوتنشال عند اي نقطة ما بين التو بليتس، اي نقطة هنا في المنتصف في اي حتة، هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن الفي في المسافة اكس دي على الدي اللي هي الحتة اللي انا خدتها من المسافة كلها. وبكده يبقى ده الفي او البوتنشال التوتال بتاعتي، يعني اضرب الفي توتال في الاكس المسافة كلها ما بين التو بليتس واقسمها على الدي اللي هي الحتة اللي انا واقف عندها، تبعد قد ايه من عند الاوريجين من عند البداية، ده يديك الفي عند النقطة اللي انا واقف عندها. طب انا جت منين دي؟ والله جت من حتة رياضية كده، ان الجزء ده يعتبر الفي بادئ بزيرو، الجزء ده يعتبر ان الفي عند الاكس، يعني عند الفي عند اكس تساوي اكس، المسافة دي كلها او الدي بقت تساوي اكس، هنا الدي كانت بصفر. في النص بقى هيبقى عبارة عن ايه؟ في النص هيبقى عبارة عن الفي البوتنشال الكلي في الاكس على الدي، ده هيدي لك الفي اوف اكس. هساوي المعادلتين مع بعض هيطلع لك الفي اكس بتساوي الجذر، نفس المعادلة اللي كانت طلعت قبل كده من شوية، هي هي. طبعا الكلام ده بافتراض ان الالكتريك فيلد ده يونيفورم او بيتزايد بمعدل لينير كده منتظم، مش بيزيد جرادولي كده او بلوجاريتميك ايكويشن او حاجه، لا ده يونيفورم فيلد. اوكي طيب ده بالنسبه للايه استنتاج الفي اكس. طبعا هتكامل الفي اكس هتقدر تجيب الايه المسافه نفسها اللي هي الاكس بنفس القوانين بنفس الباوندري كونديشنز، هتقدر تجيب الاكس كداله في التي، وهتقدر تجيب الواي كدال الفي اكس كدالة في تي، وتقدر تحلهم مع بعض وتجيب الايه الفي اكس كدالة في الاكس، وعرفنا الواي بنفس الفكرة. طيب الستيج بقى التانية وهي الفيرتيكال ديفليكشن بليتس. دلوقتي انا بقى خرجنا من اول تو بليتس اللي هما الهيروزونتال بتوعي، دخلنا على تاني تو بليتس اللي هما الفيرتيكال. فلما اجي امشي ما بين اتنين فيرتيكال بليتس، الفيرتيكال بليتس دول بيتحكموا في حركة الشعاع رأسياً، لكن في نفس التوقيت هم وضعهم ايه؟ هم وضعهم موازيين لبعض كده في نفس اتجاه الشعاع اللي ماشي. طيب بالعقل كده لو انا مش حاطط اي الكتريك فيلد ما بين التو بليتس، ايه اللي هيحصل؟ الشعاع ده هيكمل في مساره زي ما هو، لا هينحرف فوق ولا تحت، لكن بمجرد ما تحط مثلا الفولت اللي فوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف هينجذب الشعاع سنة لفوق، ولو فوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف هينجذب سنة لتحت. انا بقى مهمتي اشوف مرحلة شكل الانحراف ده بيتم ازاي. هتبدأ تفترض ان الابر بليتس بوزيتيف فولتج زان اللور بليتس، وطبعا المسافة ما بين التو بليتس اسمها دي ماشي. خلي بالك هنا بقى ان الانيشال كونديشنز مش زيرو زيرو، السرعة الابتدائية اللي بيبدأ عندها دخول البليتس دي هي اخر سرعة كان انتهى عندها من المرحلة اللي فاتت، فهنا السرعة هنا مش بزيرو الانيشال، نخلي بالنا من الحتة دي. طيب تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. يبقى انا عندي تي بصفر، انت من حقك تفترض انك انت بادئ الاكس بوزيشن الجديد بزيرو، اكس نوت الجديدة بتاعتك بزيرو،
ممكن حد يقول لي طيب ما انا ممكن افترض ان الاكس اللي مشيتها هي نفسها المسافة ما بين التو بليتس اللي كانوا قبل كده اللي هي اسمهم الدي سي اي، ممكن افترضها بهذا الشكل. صح، من حقك جدا تفترض ان المسافة اللي سبق ان احنا مشيناها هي الدي سي اي، بس نخلي بالنا بقى لما اجي اتكلم على السرعة يبقى السرعة عبارة عن ايه؟ تروح لمعادلة السرعة اللي كانت موجودة قبل كده، دي معادلة السرعة اللي كانت موجودة قبل كده، بس ما كانش فيها الايه البارامترز الغريبة دي، كان فيها الجذر 2 كيو في ال في اي على ال ام في المسافة ما بين اللوحين اللي قبل كده في جذر اكس، صح؟ طيب المرة دي اكس مش بزيرو، اكس اللي هي اللي انت هتحطها في القانون هي نفسها اللي هي المسافة اللي يمشيها في المرحلة اللي فاتت كلها. المسافة اللي فاتت كلها كانت كام؟ كانت الدي اي، يبقى دي اسمها الدي سي اي. يبقى انت هتشيل الجذر اكس تحطها جذر دي برضو زي الدي اللي تحت دي، هي دي زي دي بالظبط. اه ده اللي انا عملته هنا. طيب يبقى انا بقى معايا الفي اكس، الفي اكس هيطلع طبعا بعد ما تيجي تعوض هتلاقي ان الدي هتطير مع الدي وهيطلع لك جذر 2 كيو في الفي على الام بعد الاختصار، الدي دي هتطير مع الدي دي من الاخر، هيبقى لك جذر 2 كيو في الفي على الام. الله، بس الكيو والام دول ثوابت، الكيو اللي هو 1.6 في 10^19، الماس بتاعت الالكترون 9.1 في 10^31. لما تيجي تعوض هيطلع لك في الاخر الايكويشن دي كلها 0.59 في 10^6 جذر الفي اي، يعني ده اللي في البوتنشال بس، يعني من الاخر سرعة الالكترون هنا هي داله في البوتنشال بتاعتي، جذر البوتنشال. ماشي. طيب الانيشيال بتاع الواي كان بكام هنا في البوزيشن، البوزيشن بتاع الواي؟ اه ما هو الفي انيشيال هنا برضو لازال بصفر، ليه؟ ما فيش حاجه اثرت في البدايه، في بدايه دخول التو بليتس دول ما فيش حاجه كانت اثرت لسه على الحركه وفي الواي، فالفي في الواي عند تي بصفر او عند بدايه المرحله دي يعني يعتبر بزيرو، السرعه الانيشيال في بدايه التو بليتس دول لسه بزيرو، في نهايه التو بليتس لا هيبقى في سرعه بقى هنعرفها دلوقتي. طيب السرعه او الفورس اللي هتاثر على الالكترونز هتحركه افقي ولا هتحركه راسي؟ لا المره دي هتحركه راسي، هتشده لفوق او لتحت ناحيه الايه الفولت. طب هتشده ازاي؟ ما هو والله انت حاطط التو بليتس كده واحد بوست فوق ونيجاتيف تحت، فهيبقى الالكتريك فيلد لتحت، هتبقى الفورس بتاعتك لفوق برضو الاف بتساوي ناقص الكيو في الاي لانهم عكس بعض اهو، بس الاي المره دي هي اي اوف واي مش اي اوف اكس. طيب هنشيل الناقص كيو، والاي اوف واي دي عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن فرق الجهد ما بين التو بليتس على المسافه بينهم، المسافه ما بين التو بليتس دول المره دي اسمهم دي، ده غير الدي سي اي، دي مش هي الدي سي اي، دي سي اي دي كانت المسافه ما بين التو بليتس الافقي، دي اللي ما بين التو بليتس الايه الراسي. فانت هتشيل الكيو في الاي وهتحطها كيو في على دي، وفي نفس الوقت دي تبع اي قانون فورس عباره عن الام في الاكسلريشن، يبقى الام في الايه في الاي او الام في الدي في واي باي دي تي، هتقدر تقسم على ام وتكامل فتجيب الايه الفي واي، بعد ما جيت كملت يطلع لك الفي واي بتساوي ايه الكيو على الام في الفي على الدي، كل ده مضروب في التي زائد ثابت تكامل. طب ثابت التكامل ده تحسبه ازاي؟ الانيشيال كونديشن هنا عند تي بصفر الفي اوف واي بكام؟ السرعة الابتدائية للواي هتكون بكام؟ هتلاقي اصلا ما كانش لسه بدأ يتحرك فوق او تحت في بداية دخول المرحلة، فعند تي بصفر كان الفي اوف واي بصفر، يبقى الثابت هيطلع بايه؟ بصفر برضه، يبقى المعادلة كلها كأنها طالعة من غير ايه؟ كأنها طالعة من غير ثابت، دي الفي اوف واي كدالة في التايم. خدت بالك الفي اوف واي في المرحلة الأولى كانت ايه؟ كانت صفر، في المرحلة التانية بقى ليها قيمة في الزمن، خدت بالك شكل العلاقة ازاي كانت قيمة في الزمن؟ حاجة مضروبة في تي. أنا يهمني دايما أدور على الفي ولا أدور على الإكس والواي؟ لا أنا أدور على الإكس والواي شكلهم ايه؟ فده المهم عندي. طيب كده انا جبت الفي اوف واي كداله في التي، ارجع كاملها تاني عشان تجيب الواي بقى نفسها، فلما اجي اكملها تاني هيطلع لي المعادله فيها تي سكوير على 2 زائد ثابت تكامل،
برضو عند تيب صفر الواي اخبارها ايه؟ ما هو انا ما بتحركش في واي، انا بتحرك في اكس. قبل كده كان في اكس نوت وكان في واي نوت، الواي نوت هو لا طلع ولا نزل في الواي، لكن هو اتحرك في المرحلة السابقة في اتجاه اكس. يعني الاكس اللي قطعها كانت اكس اللي هي دي اوف ايه، اللي هي مسافة قبل كده، لكن الواي كانت عبارة عن ايه؟ كانت صفر، ما كانش قطع مسافة، فيعتبر برضو الثابت بصفر. يبقى المعادلة بتاعت الواي بدلالة التي سكوير. لما تيجي بقى تقسم الفي اوف واي مع الفي اوف مع الواي اوف تي، يعني الفي اوف واي كداله في الزمن والواي اوف تي كداله في الزمن، هتقدر تجيب الايه؟ الفي اوف واي كداله في الواي. تمام. الفي اوف اكس بقى المره دي، تخيل انت مش محتاج تثبتها، يعني مش محتاج ادور على الانيشيال واثبت واطلع الفي اوف اكس. الالكترون هيفضل ماشي بنفس السرعه في اتجاه الاكس، المره دي اللي تغير الواي، لكن السرعة اللي كان مخرج بيها من المرحلة الأولى في اتجاه الإكس اللي هي الفيو في إكس اللي احنا وصلنا لها، هيفضل مكمل فيها، مع مراعاة إن بدل ما تكتب جذر إكس زي ما قلنا هنكتب إيه؟ هنكتب جذر دي، أو اللي أنا قلتها في بداية الإيكويشن إن هو دي، هي دي السرعة اللي هتفضل مكملة لحد ما يخرج من المرحلة التانية أهو. واللي احنا قلناها بعد ما نشيل الكيو والام ونحط بارقام يطلع لك 0.59 في 10 اس 6 جذر في، هي دي السرعه اللي هتفضل مكمله في اتجاه الاكس. يبقى انا معايا السرعه في اتجاه الاكس، معايا السرعه في اتجاه الواي. اقدر اكمل الاكس؟ اقدر اكمل الاكس، لانك او سوري تكامل الفي اوف اكس عشان تجيب الاكس. يبقى الاكس عباره عن تكامل الفي اوف اكس دي تي، تكامل القانون بتاع السرعة اللي هو مكمل من المرحلة اللي قبل كده بس عند اكس تساوي دي، ده هيوصلني للشكل ده بعد التكامل. ثابت التكامل هو عبارة عن ايه؟ عند تي تساوي صفر اقدر افترض ان البوزيشن بتاعي كان بادئ من زيرو، فاقدر اوصل للعلاقة بتاعت ان الاكس عبارة عن جذر 2 كيو في الفي على الام في تي. كده انا كده قدرت اجيب ايه؟ قدرت اجيب الايكويشن بتاعت الاكس اوف تي، وقدرت اجيب الواي كداله في التي. انا يهمني ده قوي، ويهمني في السلايد اللي قبل كده ده، شايف ان الواي بالتي سكوير وشايف ان الاكس بالتي. هات التي في طرف يبقى اكس على الجذر، ربع التي يبقى اكس سكوير على مربع الجذر، عوض في المعادله اللي فاتت دي تبقى واي هتبقى بدلاله اكس سكوير على مربع الجذر. خلي بالك يعني شوية ثوابت مضروبة في اكس سكوير، يعني كأنها معادلة تربيعية اهو، دي اللي هتحصل بالظبط بعد ما نيجي نعوض تطلع لك حاجة بالشكل ده، هي دي معادلة البارابولا. يبقى في أول مرحلة هيبقى ماشي كده، في تاني مرحلة هيبتدي ينحرف بشكل معادلة الايه؟ البارابولا، المعادلة التربيعية، هو ده الإيكويشن في المرحلة التانية. نبدأ بقى في المرحلة الثالثة، بس عشان نوصلها نفتكر كده السمري بتاع المرحلة التانية عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان ال Vx عبارة عن جذر 2 كيو في ال Va على ال M، وطبعا ال Q وال M دول ثوابت، يعني العلاقة كلها في ال potential بس ال Va، اما ال Vy Q في ال Vd على ال MD مضروبة في ال T، يعني تطلع علاقة في ال time، اما ال X تطلع علاقة في ال time، وال Y تطلع علاقة في ال T square. لما اجي اقارن التو ستيجز ببعضه اللي هو الهوريزونتال بليتس بالفيرتيكال بليتس هيطلعوا بالشكل ده، الفي اكس تطلع بدلاله الاكس، انما الفي اكس هنا بتطلع بدلاله البوتنشال بس، هنا بتطلع بدلاله البوتنشال وبالاكس. الواي هنا كانت بزيرو لكن الواي هنا بدلاله التي سكوير، الفي واي كانت بزيرو لكن الفي واي هنا كانت بدلاله التي، الاكس كانت بدلاله التي سكوير انما الاكس هنا كانت بدلاله التي. طيب احنا كده خلاصة المرحلة الأولى إن احنا كنا ماشيين ستريت لاين أفقي، خلاصة المرحلة التانية مشينا بارابولا معادلة إكس سكوير، يا ترى بقى المرحلة التالتة هيحصل إيه؟ وأنت رايح للسكرين خرجت بره التو بليتس، فأنت خارج بسرعتك اللي بالشكل ده، بالمسافة اللي كانت كده، بالسرعة في اتجاه الواي اللي كانت بالشكل ده، وطبعا مسافة الواي اللي هي الواي أوف تي اللي كانت عندي قبل كده. يعني انت خارج من المرحلة التانية بأربع معادلات، الإكس والواي والفي إكس والفي واي. هنعمل إيه؟ هنعمل حاجة بسيطة جدا بالنسبة لنهاية المرحلة التانية في الواي. إحنا آخر نقطة مشينا فيها في الواي طلعت لي معادلة إن الفي واي عبارة عن كيو في الفي على الإم دي، كل ده مضروب في التايم.
ايه رأيك نفترض ان نهاية المرحلة التانية كنت قطعت مسافة من الالكترون جن لحد نهاية المرحلة التانية قدرها اكس تساوي ال، المسافة دي هنسميها ال، المسافة الافقية اللي قطعتها من البداية لحد ما وصلت للمرحلة التانية. فايه رأيك بقى ان انا اقول عند اكس بال، طب ما تيجي نجيب المسافة دي ال بكام؟ اجيبها منين؟ هجيبها باختصار شديد ان انا اروح اعوض في الايكويشن دي، شيل الاكس اللي هي بتعبر لي عن المسافة اللي انا مشيتها وحط الاكس دي بتساوي ال. تقدر تجيب التي بسهولة، التي عبارة عن ايه؟ ال على الجذر، اهو التي بال على الجذر. ايه اهمية اللي انا عملته؟ لا اهميته كبيرة، انك تتخلص من التي في معادلة الواي وتكتبها بدلالة ال. ليه؟ ما هو اصل انت في المرحلة الاخيرة مش ماشي تحت تأثير قوة، مفيش الكتريك فيلد بيحركك ولا في بليتس، انت ماشي حر في الفراغ لحد ما توصل للسكرين، فمش مش ماشي تحت تأثير قوة. فبالتالي بقى بدل ما اشتغل بالتايم واوجع قلبي، انا اشيل التايم واحطه بدلالة المسافات اللي انا مشيتها. فهشيل بقى التي واحطه بدلالة ال على الجذر، ال على الجذر مع الكيو في الفي على الام، دي شوية اختصارات هتوصل لي ان معادلة الواي في النهاية تقول للشكل اللي قدامك ده. هو ده معادلة الواي بعد الاختصار، الفي اوف واي عبارة عن كيو في الفي ام في تي، ده كان المعادلة القديمة. هتشيل التي وتحطها بدلالة ال على الجذر، او مضروبة اهو في ال على الجذر، ده هيوصلك في الاخر ان الفي اوف واي بكام بالشكل ده. الفي اوف واي الجديده طلعت كيو في الفي في ال على الام في الدي في الفي اوف اكس، طالعه بدلاله السرعه بتاعت الاكس ودلاله البوتنشال وشويه المسافات. تمام. طيب انا استفيد من دي في ايه؟ ان انا اقدر اكملها اجيب الايه، اجيب المسافه الواي نفسها، لما تكامل السرعه في اتجاه الواي هتجيب الواي. طيب هيطلع لك ثابت في اتجاه الايه، السي، السي. طب ما انت عارف الباوندري كونديشنز في بدايه المرحله دي مفيش حاجه بتاثر على الـ يعني الـ نقدر نقول ان البوزيشن الابتدائي في المرحله دي في الواي يعتبر بزيرو. فانا هروح قايل عند تي بصفر والواي بصفر كده انا طيرت الثابت ده، بقت دي الواي، هي شويه الحاجات دي مضروبه في التي. طيب هل ده امثله؟ لا خليه كده، انت معاك الاكس كان طالع بدلالة التي من نهاية المرحلة القديمة، هل ده هيتغير الاكس؟ مفيش قوة تأثر على الاكس في المرحلة الجديدة، اذا الاكس مش هتتغير، هتفضل زي ما هي، نفس المعادلة بتاعت المرحلة التانية. بس انا اقدر احل المعادلتين دول مع بعض، شايف الاكس بدلالة ايه؟ شايف الواي بدلالة ايه؟ طب ما تقسم واي على اكس، مجرد ما اقسم واي على اكس هيطلع لي واي على اكس بتساوي ايه؟ اه هيطلع لي واي على اكس بتساوي في في ال على 2 دي في ال في ايه. الله، ده طلعت بدلالة ال في دي وال في ايه. ال في ايه هما البوتنشال اللي بين التو بليتس الاولانيين خالص، اما ال في دي كان البوتنشال ما بين التو بليتس اللي هما التانيين اللي هما في المرحلة التانية، يبقى طالعة ما بين الايه، دلالة التو بوتنشالز، وطبعا ال ال اللي هي المسافة اللي قطعتها كلها في اتجاه الاكس، والدي اللي هي كانت المسافة طبعا ما بين التو بليتس الاولانيين. ده الواي كدالة في الاكس. انت عارف دي شكلها ايه؟ ما انا لما اجي ادقق كده دي شوية ثوابت من الاخر، سواء البوتنشال اللي انا حاطه ولا ال ولا حاجة، دي كلها ثوابت ارقام، يبقى كأنها واي على اكس بتساوي رقم ثابت. الله، طب ما دي معادلة ستريت لاين، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الواي بتساوي ثابت في اكس، هي دي المعادلة بتاعت المرحلة الثالثة. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان اول مرحلة كان مشي خط مستقيم افقي، تاني مرحلة مشي بارابولا، في تالت مرحلة يقوم ماشي خط مستقيم ليه ميل، الميل ده اللي هو شوية الأرقام اللي قدام الإكس، أهو شوية الأرقام اللي قدام الإيه؟ الإكس. يبقى نقدر نختصر التلاتة ستيجز بالشكل ده، زي ما قلنا بيبدأ بخط مستقيم أفقي ثم يمشي بارابولا ثم يمشي خط مستقيم. ده كده وصل لي إن السبوت أو النقطة الضوئية اللي هتطلع على شاشة الأسيلوسكوب تطلع في الاتجاه ده. طب انت عايزها تطلع هنا تعمل ايه؟ يبقى من البدايه التو بليتس اللي انت هتحطهم، اول بليتس عادي مفيش مشكله، تاني بليتس تحط البوزيتيف تحت والنيجاتيف فوق، فيحصل ان الديفليكشن يبقى لتحت. تالت بليتس يبقى الخط المستقيم بتاعك بقى يحركك كده يحركك كده يحركك في اي شكل. يبقى انا اقدر اغير اتجاه البولاريتي بتاع الفيلد، فغير النقطه الضوئيه مكانها يبقى فين؟ على الشاشه.
واخر سكرين عندي هي المقارنة ما بين الثلاثة ستيجز مع بعضهم، وكده عرفنا كل مرحلة قوانينها ازاي من بداية ما بيطلع الالكترون من الالكترون جد وصولا للفلورسنت سكرين ويخبط النقطة ازاي في الشاشة. دي كانت محاضرتنا النهاردة، نرجو تكونوا استمتعتوا بيها، ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة جديدة من الاوبتيكال الكترونيك كورس. ربنا يسلمكم كل شر، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.